عايزين نعمل سين زي ده. نعمله ازاي؟ اول حاجة هفكر فيها طبعا هي المقاسات. فكريش انك ترسمي، فكري هو ده نسبه هتبقى عامله ازاي. خدي ريفرنس ليكي من اي حته وابدعي على اساسه وطلعي التفاصيل بتاعتك او نسبي. لو انا ببص كده هتلاقي ان المبنى الدور ده تقريبا هيبقى 4 مش 3 متر، لان انا عندي هنا هيبقى ده 3 مثلا وده هيبقى اعلى منه شويه، فهتلاقي ان ده من هنا 4 ده من هنا 4 لكن الباقي 3. اوكي يعني هنسبها على كده، يعني هي ممكن تكون غير كده مش مهم. فانا 4 وهينزل مثلا يوصل يعني يبقى الحته اللي واطيه منه دي 3 او 2.5 مثلا، 2.5 مثلا ممكن توصل ل 3.5. يعني خلينا نخلي الدور 3.5 مفيش مشكله 3.5. وبعدين لو نسبنا بقى الحته دي للحته دي هتلاقي ان ده اكبر منها شويه، فانت هتلاقي ان ال 3.5 دول ممكن يبقوا هنا في الحته دي داخلين في 4 متر مثلا، 4 متر ونص مثلا، 4 متر ونص الحته دي، ودي هتلاقيها يعني 80 90 سنتي العرض بتاع السلاح ده، يعني في الحدود دي قول 70 سنتي مثلا. يبقى انا بتكلم ان ده 70 سنتي، وهتكلم ان ده تقريبا اكبر من ده شويه، فاحنا لو عملنا ده 4 متر او 5 متر هتلاقي ده 7 متر مثلا. اوكي والعرض ده هيبقى تقريبا الضعف، فهتلاقي ان ده لو احنا بنقول ده 3.5 فهتلاقي ده 7 8 متر مثلا تقريبا. اوكي هحاول بالارقام اللي انا قلتها دي ان انا ابدا اعمل تنسيبات. يعني ايه تنسيبات؟ هروح من فيو، من فايل هختار فيو ايمج فايل، وهجيب الصورة بتاعتي عشان تبقى قدامي هنا محطوطة، وهبدأ اعمل البوكس الاولاني. البوكس الاولاني ده هخلي انا يهمني العرض بتاعه، اتفقنا ان العرض بتاعه هيكون تقريبا 5 متر مثلا، والارتفاع هيكون 3.5، وده احنا قلنا ان هو هيكون في حدود 8 مثلا تقريبا. ده البوكس اللي هو الصغير اللي هنا، يعني انا بس البوكسز دي مجرد جايدز بحطها علشان ابقى محدد لنفسي انا بعمل ايه. في الزاد هنا انا هنزل من 3.5 هخليها 2.5، فتقريبا ده الميل اللي هو هيكون واخده هنا ده، تمام؟ ده اللي هو هيبقى الجزء اللي هنا. حلو. طيب هاخد بوكس تاني زيه بالظبط، كافي منه، همسح من عليه الايدبوري. كل اللي انا هحتاجه ان انا هزود بس في الخمسة دي، هخليها مثلا 7 أو 8 كنسبة، تبقى تقريبا محطوطة هنا. وهيطلع منها السلاح بتاعي اللي طالع فوق ومكمل كده تقريبا. ده انا كده اخدت لحد هنا، وبعدين هتطلع حيطة من هنا، الحيطة دي اللي هو الحرف ال اللي طالع ده، فده ممكن اجي من التوب كده من الفرونت كده. المفروض ان ده هيبقى كارتفاع انا عايز نقول 3.5 وقول 3.6.5 تقريبا الارتفاع بتاعنا اللي احنا بنتكلم فيه، اللي هو هيبقى حاجة عاملة كده.
سبعة. خلي سبعة. ستة ونص كويس. سبعة، ستة ونص، سبعة. مهم يعني في الحدود دي. ماشي. هجيب لاين. انا بس كل اللي انا هعمله ان انا هرسم لاين، هحاول ان هو مش بيبقى بالاوتو جريد، وهيبقى السناب بتاعه 2.5 علشان يرسم على الجريد. وهجيب حرف ال كده، مش مهم المسافة اللي انا همشيها هنا دي، هعرفها دلوقتي بس او هنسبها ليتر يعني. بس هو اللي يهمني ان انا قدرت اخد الحرف ال ال ده. تمام، هحوله edit sp-line outline بقيس بيه بس، وهعمل outline كده عشان اخد thickness ده. اوكي، هنعمل extrude. تقريبا هيبقى بارز شوية عنهم، فخلينا مثلا نبقى عشان هيبقى السلم متغطي بيه، هي حتة بارزة عنهم كده شوية. اوكي كده انا عملت ايه مبدئيا؟ الدور الارضي هيكمل عندي تقريبا مع نفس ده او 2.5، يبقى اقل منه شوية. يعني لو اقل منه شوية فانا معنى كده ان انا هيطلع عندي لاين من هنا، هيطلع بميل كده. هحاول ان انا اجيبه من بره شوية، هيطلع بميل كده اقل من الارتفاع ده، وبعدين هيطلع طاير. الطيران ده المفروض ان الارتفاع بتاعه هاخده انا من الدور ده، هنعرف دلوقتي. بس خلينا ايه نسيبه كده. انا هاخد كابي من الدور ده، المفروض ان اقصى حاجة هتوصل هنا بالشيب اللي طاير هو ده. فهمسك اللاين وهنزل بيه لحد ما يديني تقريبا شكل عامل كده. ده اللي انا هعمل منه اوتلاين. هاخد لاين تاني ماشي بقى من هنا بنفس الميل ده، وهاخد منه اوتلاين. يعني المفروض ان الاوتلاين ده كنت انا احدده بقيمة معينة علشان يبقى ده زيه بالظبط. هحتاج اعمل اكستروجن الكلام ده. نفس الكلام هنا. لو حبيت بقى ان انت تاخد ال references دي وتبدأ تشتغل عليها، اوكي. مش عايز تشتغل عليها وعايز تبدأ انك تكريت من اول وجديد، برضو اتس اوكي، براحتك. هنا الشيب دوت بس هو واخد ايه، واخد مثلث كده من هنا من فوق، بدأ من بعيد وبعدين دخل على اصغر وبعدين سحب جوه لحد ما وصل لهنا. فانا عندي جزء طالع من هنا كده، ممكن اعمله بوكس عادي خالص، هيطلع من هنا واصل كده. يعني ممكن نقول 3 متر مثلا، والارتفاع بتاعه نصغره شوية.
انزل بيه سنة لتحت واوصل بيه لحد هنا كده مثلا. ده الريفرنس بتاعي اللي هجيب منه الأرضية اللي هنا. الأرضية اللي هنا راجعة على ستريت تقريبا بروز بسيط قوي ما بينها وما بين الجزء اللي تحتها. فهاجي من التوب وهبدأ أعمل ايه؟ ديها الثكنس بتاعها وهاجي بلاين من غير اوتو جريد بقى خالص. هو اللاين ده عامل ايه؟ الجزء ده كده بارز اكتر، واللاين ده جاي من هنا اخترق الشكل ده لحد ما وصل عند تقريبا دي مع دي او اقل منها شوية، وبعدين وصل لجزء هنا كده وانا هرجع بس لان الارتفاع بتاع الحاجات دي عالي جدا. هنوصل هنا كده وبعدين هيطير كده وبعدين هيرجع ستريت. وهجيب ريكتانجل تاني همشيه تقريبا مع هنا وعملهم اتاتش مع بعض وعملوا بروبوليان عشان انا عايزه يبقى جزء منه، او بوليان سبتراكشن سوري يونيون بوليان يونيون. فانا دلوقتي لما هعمل اكسترود واديله 0.5 مثلا فهو ده اللي هيبقى تقريبا هنا. الثكنس اللي موجود هنا اللي هو انت ممكن تبدأ تشوف ان اوكي السيجمنت ده محتاج ان انا اتحرك بيه كده. يعني لو شايف ان دي بلكونة فهو ممكن اتحرك بده كده شوية. اتس اوكي. الجزء ده مقفول، يعني لو في حيطة هنا، لو هنعتبر ان ده جزء من الحيطة فالجزء الحيطة ده مقفول. فاهمين انا اقصد ايه؟ لان هو من ده الجزء المقفول ده هو ابتدى ياخد منه الازاز اللي هو هيركب هنا. في ازاز جاي هنا صح؟ الازاز ده انا ممكن اجيبه بلان عادي خالص مش هيبقى مؤثر معايا في حاجة، غير ان انا هاخد منه شكل المليونز لو انا حبيت اخد المليونز عليه. فهو هيبقى كجايد ليا في المليونز مش اكتر. اوكي ممكن نشيل دول خلاص كده، دي مليونز اللي بالطول مثلا خليها تلاتة. ولو انت حبيت ان انت تكونكت ما بينهم عشان تعمل باب او حاجة، او ممكن تشيلهم خالص وتبدأ انت بنفسك تحط شكل المليونز زي ما انت عايز. فهنمسك السيجمنت اللي فوق والسيجمنت اللي تحت ونعمل كونكت ما بينهم. عايز اتنين مثلا مسافة ما بينهم كبيرة شوية عشان هعمل بقى كده ما بينهم كونكت تاني
واحد بس عشان يديني الارتفاع بتاع الشباك، وبعدين هاخد من الكلام ده كابي وحط له لاتس، او ان انا بالاديت بولي تقدر تمسك كل بوليجونز وتعمل انسات باي بوليجون، وتبدا ان انت تاخد الثكنس بتاع المليونز اللي انت عايزه، تقول له اوكي وتمسح دوت وتدي ده شل. فيبقى كده انا عملت ايه، خدت الثكنس للمليون وفي نفس الوقت عملت الازايز بتاعي اهو. اهم حاجة ان الازايز ده ياخد شل في الاخر. شل عشان يديله بس ثكنس مختلف. هكبر الشل بتاع المليون شوية عشان تبقى زهرة، ممكن نغير الكالر بتاعها مثلا لبلاك. نفس الكونسبت في الحتة دي، خلاص دي العلاقة بتاعتها واضحة وسهلة جدا. انت معايا؟ ها لا سيبك نشوف، انا عملت الت اكس، الت اكس ده ثي ثرو، يعني بعد كده بالماتيريالز هتلاقيها انها بتعمل ازايز، بس انا عملت الت اكس عشان بس نبقى شايفينها مش اكتر. ده البلان التاني اللي هنعمل برضو منه ايه المليونز اللي هنا. اوكي الجزء اللي هنا ده هو في باب هنا ونازل منه السلم، فممكن تلاقينا مثلا جينا على البوكس اللي هنا ده وصورناه شوية. تمام هشوف مثلا هو تقريبا واصل لكده. احنا كل ده زي ما قلت لكم احنا بننسب نايس مش اوكي، وهحاول ان انا اخد منه السلايس اللي موجودة دي عن طريق ان انا اعمل شكل بوكس تاني مثلا هنا. انت قاطع معي بقيه الشكل خلاص، طالما مش هعمل عليه اديتس تانيه اتس اوكي، همسكه واعمل بروبولين. خدت الشكل اللي موجود هنا، هرسم بلان، ممكن ادخله سنة لجوه، وده هيبقى الازايز بتاعي. حلو جميل. هتبقى السلم اللي هو انت ممكن تعمله ازاي. ممكن اجي من اللفت فيو هنا في لاين نازل من بتاع السودا دي، اسمع علينا، هنجيب لاين واللاين دوت هاخد المقاس بتاعي. يعني هو احنا ممكن نعملها بوكسز اسهل، يعني انا لو جيت هنا ببوكس ورسمته هنا عشان ده الارض بتاعتي او ده الاول سلمة موجودة، هيبقى ارتفاع السلمة دي 15. تمام هرسم بوكس تاني فوقيها بس العرض بتاع السلمة الجديدة دي هيكون 30، ده كده هيبقى 0.3 وارتفاعها 15، فكده دي أول سلمة. ماشي مش عايزين سناب 3 بس، ممكن ان احنا يعني نعتبر ان بدايتنا هنا، هنزل بدال تحت وبعدين همسكها بشيفت واخد منها ايه كفاية 4 سلمات
اوكي اخر سلمه دي ممكن بس اقفلها واروح يعني افصلها عنهم، احط عليها ايد بودي وامسك البوليجون اللي جوه ده. كده انا عملت ايه؟ بدايه المدخل بتاعي تمام. هحتاج بس اعمل من الليفت فيو لاين، هيبقى فوقهم بالمنظر ده كده، وهيجي عند السلمة دي ينزل كده. هنعمل له اكسترود. طبعا ما تعملش اللاين ده بالسناب ابدا وانت شغال سناب 3 عشان ده هيبوظ الدنيا. انا عملت بروتو جريد برضو تاني، هرسم تاني اللاين ده غير اوتو جريد عشان يرسم شمال. هعمل له اكسترود. فكده انا بحاول ان انا اعمل ايه، الفريم اللي هنا ده اوكي. كده ده السلم بتاعي. هتبقى بقى التقفيلات بتاعة الجزء اللي هنا ده. هتبدأ ان انت تجيب بوكس بالاوتو جريد وهرسمه هنا عشان هاخد تكنس بي. وشوف بقى انت ال يعني هنا لو عرفنا نجيب حاجة تانية تجيب لنا شكل الباب عامل ازاي اتس اوكي. لو مش كده خلينا بس نقيس المقاس اللي هنا ده هيبقى ارتفاعه قد ايه. يعني خلينا نخليه 2 متر ونرفع ده لفوق شوية لحد الارتفاع ده. هي مش جاية كده بس ماشي. خلينا نعمل الباب في الحتة اللي باقية فتحة الباب هنا. ممكن تبقى دي فتحة ازاز جنب الباب. فأنا بالنسبة لي 2 boxes دول هاختار كل بوكس التاني اللي هو هيبقى الثكنس بتاعه مفروض ان هو الثكنس بتاعه صغير. عملت Alt Q كده عشان ابص عليهم. كل اللي انت هتحتاج تعمله انك تروح هنا تقول لهم Compound Objects Propolyon واعمل Start Packing واختار الاتنين دول كده. انا بالنسبة لي فتحت الفتحتين بتوع الباب او الفتحة بتاعت الباب. ممكن فتحة الباب دي لو حبيت ان انت تعدل فيها شوية عشان تنزل البوكس ده شوية تفتح الاوبرنز تشوف اني واحد هو ده. هحط عليه ايدي بودي. همسك البوليجون بس تاني، همسك الاوبرنت، همسك البوكس وامسك الايدي بولي اللي عليه ده. بقى محتاج امسكه من تحت. انتوا مش هتبقوا شايفين اللي انا بعمله ولا انا شايفه بس انا بتخيل. ممكن نعمل ايه عشان عشان ما تتلخبطوش بس من سحر اللي انا بعملها. امسكوا البروبوليان مبدئيا، امسكوا البوكس اللي انتوا عايزينه واعملوا له كابي از انستنس تمام عشان تشوفوه بس. وبعدين احط عليه ايدي بولي وتحاول تمسك البوليجون اللي تحت تسحبه لتحت تمام. انا كنت بقى يعني بتخيله مش فما تركزوش اللي انا كنت بعمله في الاول. كده انا عملت الفتحتين بتوع الباب.
خلاص هنا مفيش فتحات، هنا في فتحة واحدة بس. خلينا نظبط الجزء ده، الجزء دوت مقفول كده. هنروح نعمل edit body، وهو معمول edit body already. همسك ال age اللي احنا كنا نزلناه لتحت ده، كان في age هنا هنسحبه كده، وال age التاني اللي هنا ممكن نرفعه لفوق. يتبقى المربع بتاع العربية ده، هنعمل فيه ايه؟ بوكس بالمنظر ده كده. شوف المقاس بتاعه بس نكبره شوية. اوكي، بروبوليوم برضو. هعمل ايه بعد كده؟ هرسم ارض، بلان لارض. وهاجي هنا من هعمل هايد لده، عشان لما اجي من التوب وارسم بالاوتو جريد يرسم مظبوط. فانا هجيب لاين بالاوتو جريد هيبقى ماشي مع دول تقريبا، وهيمشي ستريت كده وهيكمل كده. هعمله ايه؟ اتفضلي. هعمل له اوتلاين، واعمل له اكسترود. الارتفاع بتاعه هيكون لحد السلاح. هحط عليه ايد البولي، وهمسك الفيرتكس اللي هنا اسحبها لتحت. تمام. علشان هفتحه دلوقتي، هجيب بوكس تاني وهو معمل كده. اما امسك ده هاخد منه بس كابي، وهمسك ده تاني وهروح اقول له انا عايز اعمل بروبولين ستارت باكينج، واختار ده. وبعدين هرجع بده تاني، سم هرجع بده، هرجع بيه من غير الادب بولي اللي كان موجود ده، وهرجع لللاين الاساسي وهعمل منه اوت لاين تاني يبقى جواه اصغر، فاهمين؟ عشان وامسح اللي بره. عشان لما اخد الاكستروجن دلوقتي وانزل بيه الاكستروجن ده، اولا واخد جوه، هو واخد ثكنس واداني شكل الازاز اللي انا عايشه. اوكي، هيتبقى عندي ايه؟ الهاند ريل اللي هنا ده. في طريقه لطيفه جدا للهاند ريلز دي، ان انت ترسم لاين بشكل الهاند ريل اللي انت عايزه بالظبط، او ممكن تاخده من نفس الشيب
اوكي بصوا هنا كده في عندي حاجة اسمها الريلينج AEC extended جواها حاجة اسمها ريلينج تمام بنعمل باك ريل وتختار ده هتلاقيه ايه ظهر عندك حاجة غريبة كده اهم حاجة اقول له respect corners عشان يبدأ ان هو يظهر عندك بالمنظر ده الهاند ريل ده فيه كذا شكل بقى في ممكن او مبدئيا انت بتديله الارتفاع اللي انت عايزه فهقول له مثلا 0.7 او 0.8 ممكن تقول له اللور ريل ده اللي تحت عايز احط عدد زي ما هو عامل كده ممكن تديله ثيكنس مختلف ليهم ممكن تخليهم راوندد لو انت عايز يعني مبدئيا انا في بوستس بقى بوستس دي اللي هي اللي بالطول دي فلو جينا في البوستس دي برضو زودنا العدد بتاع البوستس اتس اوكي فكده قدرت اعمل الايه الهاندريل بتاعي تمام الهاندريل اللي تحت هو الجزء اللي تحت ده بيتهيألي ان هو لافف بميل تاني كده مش عارف هو ستريت ولا مش ستريت لا ستريت الشادو ستريت ماشي احنا ممكن نسحبه بس سنة لقدام يعني بدل ما يبقى واصل هنا يتسحب سنة لورا كده اوكي لا تاني مش قوي كده يعني الى حد ما لطيف ده ممكن ان احنا نجيب ريكتانجل اوكي ريكتانجل كده وهنرسمه من هنا لهنا كده نفس الكلام هروح للريلينج وبيك واختار ده اديني نفس الهاندريل ممكن الريكتانجل بس اللي احنا عملنا له بيك ده نروح نعمل edit sp line ونمسك السيجمنت اللي هنا دي نمسح اوكي في عندي انا فتحة افكر اجيب دول ارفعهم لفوق كده سنة او ان احنا ننزل ده سنة لتحت لا هو ماشي مظبوط اوكي هيبقى عندي فتحه اللي هنا هفتحها هنا كده هي واصله للسقف عادي اهلا بيك اهم حاجه بس ان انا ما اوصلهاش للارض عشان هما الاثنين حاجه واحده فانا هعمل بروبولين ستارت باكينج واعمل باك لده خلاص كده جبت الايه الفتحه اللي هنا هيبقى عندي ان انا برضو احط لها الازاز بتاعها وخلاص
في حاجات انا بحطها indications بنظبطها اكتر في الماتيريالز. يعني هاجي هنا من التوب عند البتاع اللي طايره دي هنجيب سلندر نرسمها هنا كده. نرسمهاش بالاوتو جريد نرسمها هنا كده. ما شاء الله. طيب هاجي بعد كده من التوب تاني وهرسم بوكس تقريبا احنا بنتكلم من هنا واخد لحد هنا كده. البوكس ده هيكون تحت. هنصح دلوقتي بلان ده هرسم بوكس تاني هنا كنا هحط عليه دبوري مش محتاج ال عموما مش محتاج دول قوي. اوكي هرسم بوكس تاني هنا هيبقى نازل لتحت شوية وجاي هنا بس واصل لحد الطرف ده. ده الطرف بتاع الرصيف اللي موجود عندي هنا. هاخد كابي من نفس البوكس ده هنا ممكن بالسناب انا خدته كابي مش انستنس عشان اقدر اعدل عليه زي ما انا عايز. فهجيب دي هنا كده تقريبا ده الجزء اللي هيكون فيه نجيلة عندي. فأنا تقريبا البوكس اللي هنا ده مكمل معايا كده. بعدين في سور تاني هيكون موجود هنا هيجي من التوب هرسم بوكس بعرض ده كده كله عرضه هو تقريبا اعلى شويه من ده بس حاجه بسيطه جدا. بس الثيكنس بتاعه ستيل رفيع خالص. وبعدين هيجي بلان او بوكس او ايا كان شيب تاني موجود في الزيرو عشان يديني الارضيه بتاعت الرصيف اللي هتركب هنا بالظبط. اهم حاجه الحاجات دي اتاكد ان ما فيهاش اي سيجمنتس لانها حاجات ملهاش افكت معايا قوي. بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده هاجي من التوب وهرسم بلان تاني. البلان التاني دوت الهدف منه ان انا اعمل الووتر ليفل. هو هنا هيبقى على الامتداد بتاعي كله بس هنزل بيه عشان يديني الووتر ليفل اللي موجود تقريبا جاي كده. كده انا كونت الشيب اللي انا عايزه. هتبقى ان انا احط الكاميرا وابدا اقفل السين بتاعي وابدا اشوف ايه اللي محتاج احطه تاني في السين.
هنقف بس في الفيديو على ده ونكمل في الفيديو.